لأن بسم الله الرحمن الرحيم سنحمل درس الصومالية نبدأ بمعارف أساسية. معارف أساسية هنا خاصية جبرية مهمة نحتاجها باش نبينو يعني نهايات اعتيادية لوغاريتم. أولا ليكن A و B عددان من المجال صفر زائد ما اللي هو مجموعة تعريف ثلاث لغات. إذا كانت عندي log لي A كتساوي log لي B هذا معناه عن A يساوي لنا B. كذلك إذا كانت عندي log مثلا لي A صغر من مثلا log لي B هذا معناه عن A أصغر من B. كذلك مشتقة لوغاريتم نحتاجها مشتقة لوغاريتم مشتقة لوغاريتم نيبيري عن اللوغ لي U لوغ لي U مثلا بريم لوغ لي U بريم تساوي اشتقاق اللوغ هو اشتقاق ما بداخل اللوغ على نفسه. هذه مهمة يعني اشتقاق اللوغ هو اشتقاق ما بداخل اللوغ على نفسه يعني اللوغ يعني اللوغ بخيم دو U كيساوي لنا U بخيم على مثلا لهنا نرجعو النهايات نهايات دالة لوغاريتم. نبداو أول نهاية اعتيادية اللي هي ليميت إكس يؤول زايد من النهاية لوغ لي إكس. نشوفو شنو هي نشغل أنشطة تمهيدية. مثلا مشيت في الاتجاه من مثلا من صفر نحو زائد ما لم يكن لما يقولوا أعداد اللي قد نحسبوها بسرعة مثلا عشرة أس صفر مثلا عشرة أس واحد عشرة أس اثنين عشرة أس ثلاثة عشرة أس أربعة عشرة أس مثلا خمسة. إذا مشينا حسبنا اللوغ عشرة أس صفر اللي تعطينا صفر نطبق عليها العلاقة ديال اللوغ لي أ أس إن اللي هي إن لوغ لي أ عشرة في اللوغ لا عشرة اللي هي كتساوي لنا صفر. اللوغ مثلا لي عشرة أس واحد اللي تعطينا هي واحد اللوغ لي عشرة اللي هي اللي تعطينا لوغ لي عشرة مثلا اللوغ لي عشرة أس اثنين اللي تعطينا اثنين اللوغ عشرة مثلا اللوغ لي عشرة أس ثلاثة اللي تعطينا ثلاثة اللوغ لي عشرة اللوغ لي عشرة أس أربعة اللي تعطينا مثلا هي أربعة اللوغ لي عشرة. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بأنني قد ما زدت في قيمة x في المجال صفر زائد ما لا نهاية تزاد لي في قيمة log لي x. يعني قد ما كبرت x في اتجاه ما لا نهاية غتكبر لنا log في اتجاه ما لا نهاية. بمعنى أنه قد ما قالت لنا x زائد ما لا نهاية log لي x كذلك ستؤول زائد ما لا نهاية. هذا هو معنى معنى أن ليميت x يؤول زائد ما لا نهاية إذا قال x زائد ما لا نهاية log لي x لي تؤول زائد ما لا نهاية. هذه مهم النهاية الأخرى اللي هي ليميت x يؤول مثلا صفر ليميت log
من طبيعة الحال هنا ديال صفر زائد صفر زائد، أو نقدو نكتبو ليميت يؤول إكس يؤول صفر زائد، أو نكتبو هاد الكتابة ليميت يؤول صفر حيث إكس أكبر من الصفر. يعني النهاية الأخرى ليميت إكس يؤول صفر زائد لوغ إكس كم تساوي؟ إذن اش لدينا؟ ليميت إكس يؤول صفر زائد لوغ دي إكس هو ماذا؟ نديرو تغيير متغير. أنا كنعرف جيد ما أن إكس يؤول زائد ما لا نهاية كتعطيني ديال لوغ كتعطيني زائد ما لا نهاية، يعني نحاول ننتقل من إكس يؤول صفر إلى زائد ما لا نهاية. شنو هي العلاقة اللي تربط بين صفر وزائد ما لا نهاية؟ حالة الوضع هنا نضع مثلا إكس كبيرة تساوي لنا مثلا واحد على إكس صغيرة. لماذا دات هذا التغيير؟ لماذا دات واحد على إكس؟ لأنه كتظهر لي صفر زائد، وواحد واحد على صفر زائد هو زائد ما لا نهاية. نرجع لهاد العلاقة، إلى آت إكس، إكس إلى آت لصفر زائد أمبليك عن إكس كبيرة باش لي تقول لي تقولنا زائد ما لا نهاية. إذا ومن هون اش لي يعود عندي إكس كم يساوي لنا إكس صغيرة؟ هو واحد على إكس كبيرة. هادو مهمين وهادي مهمة. إذا ليميت هاي الكتابة تصبح تكتب على الشكل التالي، إكس يؤول زائد ما لا نهاية لوغ، لماذا؟ لي إكس، إكس كم تساوي لنا التغيير المتغير؟ هي واحد على واحد على إكس، الذي كم تساوي لنا ليميت إكس كبيرة يؤول زائد ما لا نهاية ديال اش؟ ديال لوغ لي إكس أس ناقص واحد. قلنا اللوغ كيقبض كيقبض الأس، بالتالي اش عندنا ليميت إكس كبيرة يؤول زائد ما لا نهاية ديال ناقص لوغ لي إكس. هاي ناقص برزبطنا هاي نخرجوها كاع خارج ليميت، اللي هي ناقص ليميت زائد ما لا نهاية ديال لوغ لي إكس كبيرة. وهذه حسب ما سبق عندما يقول إكس زائد ما لا نهاية لوغ لي إكس زائد ما لا نهاية، هذه اللي تعطينا زائد ما لا نهاية مضروب في ناقص، اللي هي اللي تعطينا ناقص ما لا نهاية. يعني هذا الشيء اللي يعطينا ناقص ما لا نهاية، يعني هاي النهاية تعطينا ناقص ما لا نهاية. يعني مهمة غير نأثر، يعني النهاية الأولى النهاية الثانية شوفوا النهاية الثالثة ليميت مثلا إكس عندنا لوغ لي إكس على إكس إلى آل إكس مثلا صفر. أو يقول مثلا زي ما المعارف الأساسية هما المهمين، يعني عرفت أي تلميذ في الثانية بكالوريا أو المعارف الأساسية عارف أنه مهم من دراسة الدوائر اللوغاريتمية. مثلا نشاط باش ندينو على ندينو هاي النهاية كم تساوي، لنبين أولا أن مثلا لكل إكس ينتمي المجال مجال واحد زائد ما لا نهاية، سنبين بأن لوغ لي إكس محصور بين صفر واثنان جذر إكس
هون خاصني نبين هذا باش انطلاقا من هذا التطبيق نبدا بينت ذي النهاية. اولا عندنا لكل اكس ينتمي للمجال واحد زائد ما لا نهائي، هذا معناه شنو؟ هذا معناه اكس ينتمي للمجال واحد زائد ما لا نهائي، معناه انه اكس اكبر من او يساوي انه واحد تقطير. هذا هو معناه، معناه انه الى مشينا من واحد حتى زائد ما لا نهائي معناه ان اكس اما غيبر لنقطة واحد اما جوج ثلاثة مية، مهم بين يعني اكس اكبر من واحد. تالي دخلت هنا لوغ لي اكس، حتى هون غنطبق واحد العلاقة، حتى هون دخلت لوغ هون غندخلو هون لوغ لي واحد. تالي شلي تعطينا لوغ لي اكس اكبر من او تساوينا لوغ لي واحد هو صفر، يعني الجزء الاول بينتو هاد الجزء بينت بان لوغ لي اكس اكبر من صفر لكل اكس ينتمي للمجال واحد، يعني هاد البارتي بينتها. باقي لي هاد البارتي الثانيه، يعني لينوبين هادي واحد، لينوبين ان لوغ لي اكس صغر من او تساوي من اثنان جذر اكس. نين دائما نين خلاص في معادلة لوغ لي اكس و اكس ولا متراجعه لوغ لي اكس و اكس، يعني هنا تيان خاصين نلجا لداله مساعده، لان حول هذا الشيء نعتبره كداله باش نسهل عليا الدراسه. مثلا لنعتبر ان اف دو اكس تساوي لنا لوغ لي اكس، يعني هذا الشيء هذا يكتب على شكل لوغ. الا بغيت نبين لوغ لي اكس اصغر من او تساوي لنا جوج لوغ لي اكس، يكفي ان نبين ان لوغ لي اكس ناقص جوج جذر اكس صغر من الصفر. نبين هذا الشيء، يعني نعتبر بان هذا دال اللي هو اف دو اكس يساوي لنا لوغ لي اكس ناقص اثنان جذر اكس، يعني الاشتقاق ديال هذه الداله شنو هو؟ اف بريم، يعني طبيعة الحال لكل اكس ينتمي للمجال واحد زائد ما لا نهائي. عندنا اف بريم دو اكس شنو هو اشتقاق لوغ؟ اشتقاق لوغ قلنا هو اشتقاق ما بداخل لوغ على نفسه، اشتقاق ما بداخل لوغ، ما بداخل لوغ هو اكس، يعني اشتقاقه اكس بريم على نفسه على اكس ناقص هذه اعتياديه. بحال عاد عندي الفا في اف دو اكس اللي هي الفا اف بريم دو اكس، يعني اشتقاق الجذر اكس شنو هو؟ هو واحد على اثنان منه، يعني اشتقاق ما بداخل الجذر على اثنان منه. كلير؟ اذا هون اللي تعطينا واحد على اكس، اللي تعطينا اللي تمشينا اثنين مع ناقص اثنين يتبقى لنا ناقص واحد على جذر اكس، يعني لين نحاولوا واحد المقام شلي تعطينا نضرب هون في جذر اكس اللي تعطينا واحد ناقص جذر اكس. نعرف جيدا بان اكس اكبر من او يساوي لنا واحد، معنى انني لا شلدينا اكس اكبر من او يساوي لنا واحد، معنى ان جذر اكس اكبر من او يساوي لنا واحد، معنى ان هذا جذر اكس نحولها للطرف الثاني تبعد عنا
واحد ناقص جذر إكس. معنى أن واحد ناقص جذر إكس هي أصلا صفر، يعني إذا كان إكس ينتمي لهذا المجال فهو موجب، وواحد ناقص جذر إكس أصغر من صفر يعني فهو سالب، السالب على الموجب عدد سالب، بالتالي هذا الشيء أصغر من ويساوي صفر، يعني هذا الشيء سالب. ومن شنو نقول بأن إف بريم هي دالة تناقصية، يعني نديرو لها جدول تالي، إذا كان هنا إكس هون إف بريم دو إكس وهون إف دو إكس، يعني واحد زائد ما لا نهاية، وهون باش تعودنا سالبة تالي تناقصية. صورة واحد بالدالة إف دو إكس اللي نمشيو نعوضوها، نعوضهم بواحد اللي هي اللوغ لواحد اللي تعطينا صفر، ناقص اثنين في جذر واحد اللي هي ناقص اثنين. اتضح لنا من جدول التغيرات، اتضح لنا بان هذه اف داله تناقصيه، يعني قد ما انطلقنا قد ما اكس انطلق من نقطه واحد في اتجاه زائد ما لا نهايه، قد ما هذه الداله ماشيه انطلقت من نقطه ناقص اثنين وبدات كتناقص، داله تناقصيه. معنى ان شنو معنى هذا؟ معنى ان اف دو اكس اكبر قيمه قد تقبضها هي ناقص جوج، بحال عدت عندنا اف دو اكس مكبوره بالعدد ناقص اثنين، يعني اكبر قيمه قد تقبض هذه اف دو اكس هي ناقص اثنين. شنو معنى هذا؟ اف مكبوره ب ناقص اثنين، شنو معنى ذا؟ معناه عن اف دو اكس اكبر قيمة قد تقبضها هي ناقص اثنين، يعني اف دو اكس اصغر من ناقص جوج لانها مكبورة بناقص جوج، يعني راه بدات من ناقص جوج بدات كتناقص، يعني اكبر قيمة قد تقبضها هي ناقص جوج، بالتالي اف دو اكس صغر من ناقص جوج. معنى ان اف دو اكس شناهي؟ كاف ان لوغ لي اكس ناقص 2 جذر اكس صغر من ناقص جوج. لينجو ناقص جوج هو كذلك اصغر من ناقص، هو كذلك اصغر من صفر، نقارنها بالنسبه لصفر. اذا كانت اف دو اكس صغر من ناقص جوج اذا فهي اصغر من صفر، إذا كانت إف دو إكس صغر من ناقص جوج وناقص جوج صغر من صفر، إذن هاد الشيء أصغر من صفر، يعني هاد الشيء اللي هو لوغ لي إكس ناقص جذر إكس صغر من صفر. شنو هو معنى ذا؟ معنى ذا عن لوغ لي إكس صغر من جوج جذر إكس. إذا عندنا هذه واحد وهي جوج، يعني من العلاقة واحد ومن العلاقة جوج بينا هادشي، بينا بأن اللوغ لي إكس كبار من أو يساوي صفر، وبينا بأن اللوغ لي إكس أصغر من جوج جذر إكس. إلا بينا هادشي نقدروا انا ذاك اننا نبينوا الليميت ديال زيد ما نهايه لوغ لي اكس على اكس كم تساوي. اذا صحوا هادشي كما قلت، يعني الانشطه التمهيديه يعني اهم منها المعارف الاساسيه، اللي عنده يدخل كطابل باش يلبض هذو المعارف هذه الانشطه التمهيديه مزيان اللي ما يفهمهم، على الاقل ها هو المفاهيم والمعارف الاساسيه خص يعود عارف. دونك حنا بينا انا ذاك بان هالشيء صحيح، التعبير لكل اكس ينتمي للمجال واحد، بينا بان لوغ لي اكس مقسوم بين صفر وجوج اكس
بيتر اش لدينا باش نبينوا هذه النهايه؟ عم نقولوا لدينا لكل اكس ينتمي لمجال واحد زائد ما لا نهايه، عندنا اللوغ لي اكس كيف هو محصور بين ماذا؟ صفر وجوج جدا اكس. اذا كافي نحاولوا هون، عندنا هذا التعبير، نحاول نقسمه على اكس، يعني صفر على اكس لوغ لي اكس على اكس صار من تساوي جوج جد اكس على اكس. اذا هذه نهايتها، هذه من طريقة الحل تعطينا صفر لوغ لي اكس على اكس اثنين، وهون اللي تمشي لنا واحد جذر اكس مع واحد جذر اكس هنا تالي، لان هذه هي جذر اكس على جذر اكس مضروب في جذر اكس، لان جذر اكس جذر اكس هي اكس اللي تمشي لنا واحده هنا، اللي تبقى لنا هذا التعبير. اذا اش كنعرف؟ هذه عطاتنا صفر، ليميت زائد ما لا نهايه ديال لوغ لي اكس على اكس راه محصورا بين صفر واش والليميت ديال زائد ما لا نهايه، ندخلو الليميت ديال جوج على جذر اكس. كنعرفو بان الليميت جوج على جذر اكس زائد ما لا نهايه كم هي؟ صفر، لان هذا اللي تعطينا جوج على زائد ما لا نهايه اللي هي كتساوي لنا صفر. اذا شنو يعود عندي؟ اللي يعود عندي الليميت زائد ما لا نهايه ديال لوغ لي اكس على اكس محصوره بماذا؟ صفر وصفر، لان هذه اللي تعطينا صفر. اذا الليميت زائد ما لا نهايه لوغ لي اكس على اكس زائد ما لا نهايه هي صفر. يعني اللي ما فهم هذا الشيء اللي في الانشطه التمهيديه ماشي مشكل، مهم يعود عارف هاد المعارف الاساسيه، لان هادو النهايات الاعتياديه مهمين مهمين كبار، سمعوا معروفين هاد النهايات. من هون نبداو نعد بتغيير متغير ونعرفوا مساله ثانيه، نعرفوا نهايات اخرى. مثلا النهايه الاخرى ليميت اكس يؤول للصفر مثلا زائد اكس لوغ لي اكس كم تساوي؟ زين عندنا ليميت اكس يؤول صفر زائد اكس لوغ لي اكس، هاي بغينا نعرفو شنو حنا بينا يعني هاي العلاقة، عندنا يؤول اكس زائد ما لا نهايه لوغ لي اكس على اكس تعطينا صفر. زين اللي نحاولو نديرو تغيير متغير بحيث انني نشوف العلاقة اللي تربط بين صفر زائد وزائد ما لا نهايه، شناهي العلاقة اللي تربط بين زائد ما لا نهايه وصفر زائد؟ هي ان واحد على صفر زائد كيعطيني زائد ما لا نهايه. اذا نضع اكس يساوي لنا واحد على اكس، اكس يساوي لنا واحد على اكس الى ات اكس، الى ات اكس بصفر زائد معنى عن اكس كبيره، لاش لي تقول؟ لي تقول الواحد واحد على صفر زائد هي زائد ما لا نهايه. إذا كانت عندي إكس كتساوي لنا واحد على إكس، معنى أن إكس صغيرة تساوي لنا واحد على إكس كبيرة. إذا تعود عندي الليميت إكس تؤول زائد ما لا نهاية
لول لا اكس و اكس كم تساوينا؟ اكس هي واحد على اكس، واحد على اكس مضروب في لوغ، لوغ ديال اش؟ ديال واحد على اكس صغير، ديال لوغ ديال اكس صغيرة اللي هي واحد على اكس كبيرة. واضح؟ إذا شي كيساوينا الليميت اكس كبيرة والزايد ما لا نهاية ديال اش؟ ديال واحد لوغ، لوغ ديال واحد على اكس على اكس اللي هي كنساوينا الليميت زايد ما لا نهاية ديال لوغ ديال اكس اس ناقص واحد على اكس كبيرة. كنعرفو بأن اللوغ كيقابل هذا الأس، بالتالي شتي تعطينا الليميت زايد ما لا نهاية ديال اش؟ ديال ناقص لوغ ديال اكس كبيرة على اكس كبيرة. حسب ما سبق إلا كانت الليميت ديال اكس يقول زايد ما لا نهاية لوغ لي اكس على اكس كم تساوينا؟ تعطينا صفر. بالتالي هون شتي تعطينا؟ هذه اللي تعطينا ناقص واحد في صفر، اللي هي اللي تعطينا ناقص واحد مضروبة فاش؟ هذه اللي تعطينا صفر. إذا شتي تعطينا صفر، يعني الليميت إكس زائد يعني في صفر زائد إكس لوغ لي إكس على إكس اللي تعطينا؟ تعطينا كذلك صفر. للإشارة، يعني ملي كيخلط لي لوغ و إكس، ملي كيخلط لي لوغ و إكس درجة القوة دائما إكس أقوى من اللوغ لي إكس. إن شاء الله إلا لحقنا الدالة الأسية اللي هي الإكسبونسي اللي يعد أقوى منهم الإكسبونسي، عندك درجة القوة هو الإكسبونسي إكس، تابعتو إكس، هاد لوغ لي إكس، لوغ لي إكس هي أدنى شيء. يعني أربعة نهايات هون. شوفوا هاي النهاية كذلك اعتيادية، ليميت إكس يقول لواحد لوغ لي إكس على إكس ناقص واحد. هذه بغينا نبينو، يعني لدينا لوغ لي اكس، عندنا لوغ لي اكس كيف هي؟ هي دالة متصلة على المجال صفر زائد ما لا نهاية، وقابل للاشتقاق على المجال صفر زائد ما لا نهاية، بما فيها واحد، لأنه ضمن مجال صفر زائد ما لا نهاية، يعني تنقول لوغ قابلة للاشتقاق في النقطة في إكس صفر تساوينا واحد، إذا قابلة للاشتقاق. بما أنها قابلة للاشتقاق غنشوفو دراسة قابلة للاشتقاق في هاد النقطة. ليميت إكس إلا قلنا إف دو إكس قابلة للاشتقاق في نقطة إكس زيرو، معنى أن هاديك ليميت إكس طون فيغ زيرو اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو كنا قابل للاشتقاق، اي دالة قابل للاشتقاق في اكس زيرو معنى ان اف دو اكس ناقص اف دو اكس زيرو على اكس ناقص اكس زيرو غتعطينا واحد العدد ال، وهذا العدد ال هو اف بريم دو اكس زيرو، هذه اللي كانت قابل للاشتقاق. اذا هذا الشيء اللي نحاول نطبقوه، بما ان اللوغ قابل للاشتقاق في النقطه اكس زيرو اللي هي تساوي واحد، معنى ان الليميت اكس يؤول لواحد لوغ لي اكس ناقص لوغ لواحد على اكس ناقص واحد تساوي لنا لوغ بخيم ديال اش؟ ديال النقطه واحد. اذا الليميت اكس يؤول لواحد لوغ لي اكس ناقص لوغ لواحد ناقص لوغ لواحد هو صفر، ناقص صفر على اكس ناقص واحد اللي تعطينا اش؟ اشتقاق، قلنا اشتقاق اللوغ، شنو هو اشتقاق اللوغ؟ هو
اشتقاق ما بداخل لوغ على نفسه اللي هي واحد على اكس. يعني كنعرف بان لوغ بخيم دو اكس شناهي هي اشتقاق ما بداخل لوغ على نفسه اللي هي واحد على اكس. اذا لوغ بخيم لواحد شناهي هي واحد على واحد اللي هي كتساوي لنا واحد. بالتالي ليميت اكس يؤول لواحد لوغ لي اكس على اكس ناقص واحد شحال اللي تعطينا؟ اللي تعطينا واحد. اذا هذه اللي تعطينا واحد. انا اطروها كذلك انا من هون بدو نجدو علاقة ثانية. من هون بدو نجدو علاقة ثانية ليميت إكس طونفير زيرو لوغ لي إكس زائد واحد على إكس طبيعة الحال زيرو في إكس كم تساوي؟ إش لدينا؟ لدينا هاد العلاقة خمسة. هذه النهاية الخمسة هذه برهنا عليها. إذا اش كنلاحظ بأن هنا هون عندي إكس يؤول لواحد وهون عندي إكس يؤول لصفر. هنا عندي إكس ناقص واحد وهون عندي إكس، يعني حالة الوضع شنو هذا؟ باش ننتقل من صفر لواحد، باش ننتقل من صفر لواحد اش خاصني هذا؟ مثلا إكس كبيرة تساوي لنا إكس ناقص واحد، معنى انه الى عوضت اكس من هون اكس كم تساوي لنا؟ هي اكس زائد واحد. اذا اكس الى ات لي صفر، هذه اكس الى ات لي صفر، يعني الى عوضناها بصفر اكس الى ات لي صفر أو عفوا موضوع إكس صغيرة إكس صغيرة تساوي لنا إكس كبيرة ناقص واحد. يعني إلا عوضنا إكس بصفر شلي تولد عندي إكس تؤول بصفر، هذه إكس تؤول لنا بصفر اللي نعوضه هنا بصفر شلي تعطينا؟ اللي تعطينا صفر تساوي اكس كبيرة ناقص واحد. هذا واحد اللي نخطوه لهنا اللي تعطينا اكس تؤول لواحد امبليك لان اكس كبيرة تؤول لنا الواحد. تالي من هون شلي نجرب بان اكس كبيرة كم تساوي لنا؟ هي اكس صغيرة زائد واحد. كلير؟ اذا شنو ليميت اكس يؤول صفر زائد ديال لوغ في اكس زائد واحد على اكس كم تساوي؟ هي ليميت اكس كبيرة قلنا تغيير مطلق اكس كبيرة باش تقول لواحد ديال لوغ لماذا؟ اكس شوف اكس صغيرة، اكس صغيرة كم؟ هي اكس كبيرة ناقص واحد زائد اش زائد واحد على ماذا؟ على اكس صغيرة، اكس صغيرة كم؟ اكس صغيرة كم؟ هي اكس كبيرة ناقص واحد اللي هي ليميت اكس يؤول لواحد ديال لوغ لماذا؟ اللي تمشينا ناقص واحد مع واحد اللي تقول لنا اكس كبيرة على اكس ناقص واحد. هو عند منين؟ اكس تؤول لواحد لوغ لي اكس على اكس ناقص واحد هي شنو هي؟ هي هذه هي العلاقة، يعني ليميت اكس يؤول لواحد لوغ لي اكس على اكس ناقص واحد كم تساوي لنا؟ هي واحد. بالتالي هذا الشيء اللي يساوي لنا واحد، ومنه
هنا نستنتجوا بان حتى الليميت اكس يقول صفر زائد لوغ اكس زائد واحد على اكس حتى هي كتساوي لنا واحد. يعني علاقة سهلة، المهم هي سهلة. مزيان. النهايات الأخرى التي هي نحاول مثلا بصفة عامة مثلا ليميت اكس يقول مثلا نشوفو اكس الصفر الصفر اكس اس ان لو مثلا اس ان دو اكس. هنا دائما حالة الوضع نضع اكس مثلا اكس كبيرة تساوي اكس صغيرة اس عندنا قلنا اكبر درجة القوة قلنا أكبر إكس دائما من لوغ لي إكس أقوى إكس. يعني الأس ديال إكس اللي هي إن على الأس ديال لوغ إن. إذا من هون شنو نقولوا؟ نقولوا بأن إكس صغيرة كم تساوي لنا؟ هي إكس أس إن على إن مقلوب ديال هادشي إكس كتساوي لنا إكس أس إن على إن. يعني إكس كبيرة تساوي لنا والله اكس صغيرة تساوي لنا اكس اس ام على ان. الى قالت اكس لصفر يعني حتى انبليك حتى ان اكس كبيرة لا هي تقولنا لصفر. بالتالي شلي يعود عندي ليميت اكس كبيرة يقول لصفر ديالاش اكس صغيرة كم تساوي لنا؟ هي اكس كبيرة يعني اس ام على ان الكل اساش اس ان محمد يعني ليميت اكس يقول صفر اكس اس ان لوغ اس ام لاكس يساوي هي ليميت صفر ديال اكس صغيره. شنو هي اكس صغيره؟ هي اكس كبيره اس ان على ان الكل اساش اس ان فاش لوغ لي ام ديالاش ديال اكس. اكس شناهي؟ هي اكس اس ام على ان اللي هي اللي تعطينا ليميت الصفر اللي تمشي لنا ان مع ان اللي تبقى لنا اكس اس ام لوغ اس ام ديالاش ديال اكس اس ام على ان. هذه كم تساوي لنا؟ هي ليميت الصفر ديالاش اكس لوغ ديال اكس اس ام على ان. هادشي كامل الاس هو ام عندي ام وام يعني الكل اس ام اللي هي اللي تعطينا. قلنا بان اللوغ كيقضض الاس يعني هادشي اللي يقض يعني الليميت في صفر ديالاش ديال ام على ان في اكس في اللوغ لي اكس فاش الكل اس ام. كنعرفوا بان اللوغ اكس اكس لوغ لاكس في الصفر كم تساوي هي الى ال اكس صفر اكس لوغ لاكس اللي تعطينا صفر. بالتالي اللي يعود عندنا هذا صفر صفر في ام على ان لان هادو ام و ان هما اعداد اللي تعطينا صفر. بالتالي صفر عام ليميت اكس يؤول للصفر اكس اس ان في لوغ اس ام على ديال اكس اللي هو يعطينا صفر. هادو هذه مهمة كذلك خصنا نعرفوها. علاقة أخرى اللي هي اللي نعكسو ليميت اكس يقول مثلا زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية لوغ لماذا لي اكس
log أس إن ل x على x أس إن. كذلك حتى هي نفس القضية. حالة الوضع هي نضع x كبيرة كم تساوينا هي x أس إن على إن، يعني x صغيرة كم تساوينا هي x أس كبيرة أس إم على إن. إلى أثناء x زائد ما لا نهاية، x صغيرة زائد ما لا، كذلك x كبيرة تقولنا زائد ما لا نهاية. حتى علاش تعود عندك؟ يعني ليميت زائد ما لا نهاية ديال log أس إم ل x أس إم ل x على x أس إم كم تساوي لنا؟ هي ليميت زائد ما لا نهاية log أس إم. x صغيرة كم تساوي لنا؟ هي x كبيرة أس إم على إن. هذا الشيء كامل على ماذا؟ x صغيرة، x صغيرة كم؟ x أس إم على إن، الكل أش أس إن، اللي تمشينا إن، إن شتي تبقى لنا ليميت زايد ما لا نهاية ديال أش؟ log أس إم ديال x أس إم على إن على x أس إم اللي هي اللي تساوي لنا ليميت زايد ما لا نهاية ديال أش؟ log ديال x أس إم على إن على x الكل أس إم اللي هي الليميت زايد ما لا نهاية. قلنا الأس كيهبط، اللوغ كيهبط الأس، كيهبط الأس، كيتبعد عندنا إن على إن اللوغ لي x على x الكل أس إم. هذه اللوغ لي x على x زايد ما لا نهاية كم تساوي لنا؟ تساوي لنا صفر. بالتالي هذا الشيء اللي يساوي لنا صفر، صفر في إم على إن هو صفر، بالتالي اللي يعطينا هذا الشيء صفر. إذن هذه اللي تعطينا صفر. كذلك هاي نهاية مهمة. إذن كملنا النهايات، يعني نهاية الاعتيادية للدالة اللوغاريتم. عندنا النهاية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، وهذا بصفة عامة، هذا يعطي تلميذ في البكالوريا اللي عارفه، بالإضافة إلى يعني مشتقات اللوغ اللي هي اشتقاق ما بداخل اللوغ على نفسه بهذا القدر.